ريلمي 8i، الموبايل الاقتصادي الجديد من ريلمي ظهرت عنه تسريبات في بعض المواقع الأجنبية، والتسريبات ديت بتوضح ان الموبايل دوت هيقدم مواصفات ممتازة قصاد فئته السعرية، وهيجي بمعالج منافس تقريبا هو نفس المعالج الموجود في موبايل ريلمي 8 النسخة العادية المتوسطة، يعني هيديك أداء ممتاز ومع معدل تحديث أعلى كمان. بس قبل ما نبدأ أحب أقولك لو عندك أي سؤال سيبهولي وأنا بإذن الله هرد عليك، وعايز أشوف رأيك عنه كمان في التعليقات. ومغير ما أطول عليكم تعالوا نتفضل الحلقة. طول الموبايل هنا 165 مليمتر، وبعرض 76 مليمتر، وبسمك 8.5 مليمتر، وبوزن في حدود 190 جرام. والظهر هنا هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، مع وجود 3 كاميرات خلفية وفلاش ليد في ظهر الموبايل، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع النينو مع دعم شبكات الجيل الرابع، وبيدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5. وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالصوت هنا هيجي أحادي، وده شيء طبيعي جدا في موبايل اقتصادي. والبصمة هنا كمان بتيجي في زر الطاقة. أما بقى بالنسبة للشاشة فهتيجي من نوع 6.5 بوصة مع نسبة استحواذ 81.5% بدقة 720 في 1600 بكسل، ومع كثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بمعدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز، ودي حاجة نادرة جدا لما بنشوفها في موبايل اقتصادي. والشاشة هنا يعني مش الواو قوي، هو اي نعم بتيجي بمعدل تحديث عالي بس بتيجي من نوع IPS، ومش بتدعم بعض التقنيات التانية زي مثلا تقنية الـ HDR، ومفيش كمان طبقة حماية بتيجي عليها، بس هي مازالت شاشة ممتازة في الفئة الاقتصادية. وبالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل هيجي بنسختين، واحدة منهم 64 جيجا والتانية 128 جيجا، والاتنين بيجوا بنفس حجم الرام واللي هي 6 جيجا بايت، وبيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية. ومن ناحية نظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 11 مع تسريبين من المعالج، المعالج الأول ميديا تيك هيليو G95 والتسريب الثاني ميديا تيك هيليو G96. عموما يعني G96 لسه ما فيش معلومات كافية عنه، ولسه ما نعرفش أداؤه هيكون عامل إزاي، بس يعني أداؤه هيكون غالبا نفس أداء ريلمي 8 النسخة العادية اللي هي 4.5 اللي في الفئة المتوسطة، وده في الفئة الاقتصادية. وبالنسبة للكاميرات فالموبايل هيجي بثلاث كاميرات خلفية، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، واحدة نون ماكرو وواحدة سنسور، وبيجي معهم فلاش LED، وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 طرف الثانية. أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فهتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، وبتدعم تقنية الـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 طرف الثانية. وبالنسبة ليعني أداء جودة الكاميرات ديت فأنا منصحش خالص بكاميرات في موبايل الفئة الاقتصادية، ومهما كانت الأرقام بتاعت الميجا بيكسل اوعى تتخدع بيها، دي مجرد أرقام، فيعني كأداء الكاميرات ديت المتوقع عليها هتديك أداء مقبول. وبالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط مع شاحن من نوع تايب سي، وبالنسبة لحجم البطارية دوت وسرعة الشحن الاتنين ممتازين قصاد الفئة السعرية اللي هتسمعها دلوقتي، علشان الموبايل نزل بسعر $215 يعني حوالي 3375 جنيه مصري و800 ريال سعودي و1930 درهم مغربي و153 دينار أردني و600 دينار تونسي و29 ألف دينار جزائري و313 ألف دينار عراقي. كده أنا خلصت كل حاجة على الموبايل، وبنسبة رأيي فيه أنا شايف أنه هيكون موبايل ممتاز جدا قصاد الفئة السعرية، بس أكتر عيب فيه من وجهة نظري أنا هي دقة الشاشة الأمامية، دقتها ضعيفة 720 في 1600 بكسل، ودي حاجة مش كويسة، وده كل رأيي عنه، وعايز أشوف رأيك عنه في التعليقات. بس تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عندك أي سؤال سيبهولي وأنا بإذن الله هرد عليك، والسلام عليكم.